وينضم إلينا من مسقط وسام العاني الكاتب والباحث العراقي لمناقشة هذه القضية. مرحبا بك معنا سيد وسام. أهلا حياكم الله، يا مرحبا. أهلا بك. القوات الأمنية والميليشيات تشن حملة شعواء لملاحقة واختطاف الصحفيين والمدونين كما جرى في الناصرية مؤخرا، حيث اختطفت هذه القوات 14 صحفيا ومدونا كما تعلمون. ما تأثير ذلك على سير التظاهرات؟ طبعا للأسف الشديد هذه صفحة جديدة في الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة في بغداد بقمع انتفاضة الشعب التي يعني يدور رحاها منذ الأول من شهر أكتوبر. طبعا التوقعات من قبل السلطة أن تترك هذه الإجراءات القمعية الجديدة أثرها على استعداد الناس للنزول إلى الشارع والضغط عليهم من أجل منع كثير من الأصوات المؤثرة في هذه الانتفاضة مثل المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي، بعض الإعلاميين، بعض الأصوات الناشطة التي طبعا تجد لها صدى في الشارع. بالنسبة للتوقعات ربما تنجح مع جزء قليل فقط منهم هذه الإجراءات القمعية، لكنها بالتأكيد على مدى أبعد لن تزيد من الشباب المنتفض إلا إصرارا وعزيمة لمواجهة هذه الإجراءات الوحشية. نعم، كما تلاحظون سيد وسام الحكومة تناقض نفسها، فهي تقول من جهة أنها تقدم الحماية للمتظاهرين وأنها أنشأت قوة حفظ القانون من أجل هذه المهمة، وفي سياق آخر تتعمد إلى طرد وسائل الإعلام وإلى إغلاق بعض الوسائل الأخرى وملاحقة الصحفيين. كيف تصفون أو بماذا تفسرون سلوك الحكومة بهذه الطريقة؟ الحقيقة هذا امتداد لخطاب الازدواجية اللي تتمتع به الحكومة منذ تسنمها للسلطة، ولا أتكلم أنا عن الحكومة الحالية حكومة عادل عبد المهدي، بل كل حكومات الاحتلال من بعد عام 2003. فادعاء الديمقراطية هو ادعاء يعني الازدواجية، هو أحد أوجه الازدواجية التي تتمتع بها الحكومة. ادعاء الديمقراطية، ادعاء حقوق الإنسان، كنا نسمع كثيرا من قبل رؤساء الحكومات السابقة كيف أنهم يتفاخرون بأنهم سجلوا ملفا نظيفا ونافعا في مجال حقوق الإنسان، ويدعون أن العراق أصبح من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي تغص فيه المعتقلات بالأبرياء من أبناء الشعب الذين يعتقلون وفق المادة 600، المادة 4 إرهاب، والتي استخدمت على مدى عقد ونصف من الزمن لتصفية المعارضين ولتصفية الأصوات الوطنية والزج بالأبرياء من الشباب ومن أبناء الشعب في السجون لمجرد أنهم يفكرون في الوقوف في وجه مشاريع السلطة الحاكمة. بالتأكيد هذه السلطة التي طمعت كل تحركات الشعب وكل المظاهرات التي قامت منذ عام 2011 إلى الآن بالتأكيد لن تحفل بالشعب من جديد وتؤسس له كيانا أمنيا يحافظ على أمنه واستقراره. والدليل على ذلك أيضا أنه هناك الكثير الآن من الجهات الأمنية التي تمارس هذا القمع وتتدخل في عملية قمع الانتفاضة وإنهائها بالقوة باستخدام العنف المفرط. لو كانت الحكومة نعم جادة في التعامل الآمن مع هذه الجماهير، كانت وفرت أساليب جديدة في الخطاب، كان أعلنت استقالتها وليس اللجوء إلى إجراءات، ولما رأينا هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى بلا شك. هناك أكثر من نقابة أستاذ وسام أعلنت موقفا واضحا من هذا الحراك أو هذه الانتفاضة وأيدتها، مثل ما حصل مع نقابة المحامين والفنانين. هل تتوقع أن تنضم نقابة الصحفيين إلى تلك النقابات؟ في الحقيقة نقابة الصحفيين يعني إذا نتكلم عن النقابة نفسها كجسم قانوني، أستبعد أنها يصدر عنها شيء يؤيد هذه الانتفاضة. طبعا لأسباب كثيرة، أولها المسيطرين على مجلس النقابة
والأسباب الأخرى طبعا أيضا أنه السلطة في بغداد تمارس ربما ضد الإعلاميين بشكل خاص، تمارس ضغوط شديدة وتهديدات كثيرة ربما تمنعهم من اتخاذ مثل هذا الموقف. لكن بالتأكيد التعويل أثر على بقية النقابات والاتحادات، على مؤسسات المجتمع المدني. نعم. التعويل على الموظفين في دوائر الدولة والطلاب مثل ما شاهدت اليوم، التعويل يكون أكبر على هذه الشرائح. نعم، أشكرك جزيلا سيد وسام العاني الكاتب والباحث العراقي، كنت معنا من مسقط.